استدعت الخارجية الإيرانية السفير العراقي بطهران لتسليمه رسالة احتجاج على عدم حماية القوات الأمنية العراقية لمبنى القنصلية الإيرانية في البصرة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تسليم السفير العراقي في طهران مذكرة احتجاج للحكومة العراقية لتقاعس القوات الأمنية على الحفاظ على مبنى القنصلية، مبينا استغرابه أزاء عدم تحرك قوات الشرطة في البصرة. وأضاف أن بلاده طلبت من السفير العراقي نقل احتجاجها إلى الحكومة العراقية والمبادرة سريعا للكشف عن هوية المسببين واعتقالهم ومحاكمتهم.